انا ابو يا سنابي القهوه الشاهي مشغل مكيف. طيب وش فيك اذا شغلت مكيف؟ ما في شيء. بلاك ما تدفع فاتوره اخر الشهر ومشتري حلا كم شاري؟ 50 وغير 50. كل سكر ولا تشتري ب50؟ الاسعار مرتفعه والدنيا مولعه وانا اكرف ليل مع نهار وانت جاي متسدح لي هنا تضيع لي فلوسي؟ عساني ارجع وانت مشغل مكيف. تبغى تبرد شغل المروحه وبدون كهرباء كمان. مروحه بدون كهرباء؟ كيف يمين نعيش ترى؟ بعض الناس كده بمجرد ما يسمع خبر غلاء الاسعار يبدا يوسوس ويضيق على نفسه وعلى عياله. احد الصالحين جاله واحد يشتكي من غلاء الاسعار فقال له: علي ان اعبده كما امرني وعليه ان يرزقني كما وعدني. وكل امرك لله وابشر بالخير.